طبعا اليوم كانت دعوة إلى تشييع رمزي من قبل هيئة العجد الشعبي، لكن للأسف تفاجئنا. أولا اجوا مسلحين، يعني شيوخ معممين وجميع أعضاء الحشد الشعبي جاءوا مسلحين، فتحنا لهم العارضة. تفاجئنا أولا اعتدوا علينا بحرق المخيمات وحرقوا الدراجات وحرقوا الستوتات واعتدوا علينا كمعتصمين. زين احنا كمعتصمين أولا احنا ما حد يزاودنا على وطنيتنا، وثانيا احنا أغلبيتنا المعتصمين احنا كنا لازمين الساتر، فاحنا يا ناس بحاجة إلى رئيس وزراء ألا يكون إيراني الهوى وألا يكون أمريكي الهوى، نريد رئيس وزراء يمتد قوته وشرعيته من الشارع العراقي، ونحن ناس مسالمين. يعني احنا شنو ذنبنا؟ احنا ناس معتصمين، لأن احنا نرفض كل تدخل خارجي إن كان أمريكي أو إيراني. بالبداية أنا استنكر وأدين كل إنسان اليوم ساهم بهاي المجزرة. احنا اليوم داين نعيش فوضى عارمة، وهاي الفوضى هي اللي ترأستها من بعض البلدان. اليوم البصرة تحديدا جاي تشهد مجزرة، والحمد لله انه وصلنا المرحلة قدرنا نرفض وقدرنا نبعتهم عن المكان اللي اجوا به. اعتدوا علينا ورفعوا اعلام ايران واعلام الاحزاب معروفة، ما اريد نذكر بالتحديد يعني باسم واحد، فاعتدوا علينا وتجاوزوا علينا، تجاوزوا على حقوقنا على مبادئنا، حرقوا من عندنا خيم كلها على مود انه رفعوا رموز من عندهم. فهاي الرموز انا اليوم اشهد انه جميع اللي بالاعتصامات ما تجاوزوا عليهم، هم مركبينهم من كم واحد من عندهم وظلوا يهتفون ضدهم حتى شنو يسوون فوضى، وينتظرون من هاي الشباب. هم جاوا بحركه استفزازيه، ينتظرون من هذول الشباب شنو اللي ينتظره؟ ينتظره انه باللي يروح خاف يحرق له مكتب على مش يقمع. فهم اليوم اجوا بثلاث فصائل اضافه الى الجيش اضافه الى الصدمه والشغب، كلهم اجوا اليوم اجوا على انه قتله، ما عندهم اي هدف ثاني غير الرصاص. فاحنا اليوم نستنكر هذا الشيء وندين شكو حزب اجى اليوم واعتدى علينا، وندين اي انسان له يد بهاي اللي جاي يصير. نحن اليوم كمعتصمين في ساحة البصرة رفضنا رفضا قاطعا تشييع والمظاهرات التابعة لإيران
والتابعة لأحزاب البصرة وأحزاب العراق. هؤلاء الأحزاب أتوا بمسيرة، أتوا بمسيرة استنكار للقصف الأمريكي على سليماني وأتباعه. نحن كمعتصمين عراقيين، هاي ساحة اعتصام للمظاهرات المطالبة بحقوق الشعب العراقي المسلوبة. نحن لن نتظاهر لإيران ولن نسمح هذه الساحة بمظاهرات تابعة لإيران. نحن كمعتصمين رفضنا المظاهرات التابعة لهم. هؤلاء متظاهرين عسكريين تابعين للأحزاب هاجمونا بالرصاص الحي وحرقوا الخيم وحرقوا كتاب الله، حرقوا القرآن الشريف، حرقوا المصاحف. هؤلاء الذي يدعونهم يتظاهرون ويستنكرون باسم الشيعة. نحن كفانا طائفية، نحن عراقيين، نحن تحت خيمة العراق، تحت خيمة العلم العراقي فقط. نحن كمعتصمين لن نتبع لأي دولة خارجية. نحن مطالبنا مطالب الشعب العراقي ونطالب بالوطن فقط. زين حبيبي، هاي أتمنى تصور، أتمنى حضرتك أن تصور هاي الخيام الذي تم حرقها من قبل المحتجين الإيرانيين. والله ما أدري، حتى تعبني واحد شيء شنو يحكي. أصدقائنا صوبوا، هاي إيرانية، هاي رصاصة إيرانية، هاجمونا بالرصاص الحي، هاجمونا بالرصاص الحي. الله أكبر، إحنا جاي نطالب بوطن، جاي نطالب بحق الشعب. ساحة اعتصام البصرة هاجمونا الإيرانيين التابعين يستنكرون لسليماني. الطيني واحد من عندهم خرج واستنكر بحق الشهيد العراقي المتظاهر من بغداد إلى البصرة. لا أحد يتظاهر ويستنكر إلا من سقطوا أتباع إيران، خرجوا بالمظاهرات وبالاستنكارات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اليوم عدك على أساس طبوا هذولي الحشد يدعون باسم الحشد، احنا لا نريد تدخل لا الحشد هنا بساحة التحرير ولا الأحزاب. يقول لي حاجت المعمم لابس عمامة، المعمم أغمى علينا. شوف هذا، شوفه هذا هو، شايف لك معمم يغمي علينا، شايف لي يقول لي والله قاسم سليماني شهيد استشهد بالعراق، ضيف عدني. قلت له على ابوك لا ابو حتى قاسم سليماني، وما اخاف من اي حزب هنا، واحنا ولد البصره. واقول لكم شو اسمه، حكايتنا وحده انه التظاهرات ما تفلش بالحسين الشهيد، بالحسين هسه احنا سلميين، بس اذا طقت ببالنا احنا ولد البصره ما تعرفون شو نسوي. احسن لكم لا توصلون ساحه الاعتصام. هذا اولا اجوا تشييعهم يردون يفلشون الاعتصامات، قطعنا الشارع عليهم، ظلوا يرمون علينا. شيخ معمم يحرق شوادر، شيخ معمم وسيد معمم حرق هذا الشادر. شيخ معمم احكي وياه اقول له ليش تحرق صور الشهداء، يطلع مسدس ويرمي عليه، وتصوير موجود عندي اذا تريد اراويك اياه، سجل التليفون واراويك اياه. شيخ معمم يرميني، الملابس عمامه يدعي بالدين، يعني هذا احنا ناس سلميين هيك يسوون بينا؟ والله ظلم بالحسين. وين العراق؟ يعني هذا العراق هيك يسوون بيه؟ على مود سلطتهم، على مود قاسم سليماني يسوون بينا هيك؟ يعني على مود هذا الرجل الايراني يسوون بالعراق هيك يرمونا؟ ظلم بالحسين ظلم. يا اخو وين المرجعيه؟ وين المرجعيه؟ خلي يحجون تشندوا بيظلون ساكتين. يعني شوف هذا الطلق بيه كي يصير معلينا؟ يعني لو ما شبابنا طاحوا عندنا اربعه ما ادري ايش قد، لو ما شبابنا اللي بدت ظلت تطفر منا ومنا، ما رأيت لاون وياها. وروح شوفها حرقوا خيمتها. يا أخي جريمة، والله جريمة بالقرآن، جريمة ظلم. هاي أحزابنا، هي هاي الأحزاب تابعة لإيران، أنا على أبو إيران لا أبو حتى نعلى على قاسم سليماني، وهم اللي جايين يشيعون الخياس ولد الخياس. وإذا واحد شريف بيهم خليجي، أنا متابع بكل لقطة ومتابع ومراقب، جاي تابعون بيه.
وقاموا يسبوا اغلط، اقول لهم انا على ابو ايران، لا بالخامنائي، لا بقاسم سليماني، لا باحزاب كمال الخايسه ولد الخياس، يا كلاب يا نذلاء، والكم ناس احنا سلميين ايش يسوون بينا؟ والله ظلم، بالقران ظلم. اليوم صارت احداث وهو حرق الخيمه الخيم من قبل نعرفهم كلها تعرفهم والعالم كله يعرفهم، هم الميليشيات الوقحه الميليشيات الايرانيه التي تضم اربع ارهاب التي ضمنتها امريكا، هي من ضمن اربع ارهاب وضمناها العالم كله، اوروبا باكملها ضمتها باربع ارهاب. اليوم تم اقتحام ساحه اعتصامات البصره وحرق خيمهم واطلاق الرصاص الحي من قبل ميليشيات وعصائب اهل الحق، كلهم يعرفونهم كتائب حزب الله، هم الذي اقتحموا ساحه اعتصامات البصره وحرقوا اقتحامات البصره. فاحنا نحذرهم جميعا، نقلهم هي الحرب مو حرب عراقيه، حرب امريكيه ايرانيه على جميع العراقيين، على جميع المتظاهرين البصره ان يفهموا جيدا ان العراق ليس ساحه حرب وانما ساحه الريد سلم، الريد كافي قتال، كافي ذبح، قتلنا هواي، قتلتم عندنا هواي، ذبحتونا هواي، فكافي نترجاه، كافي على ايران ان تسحب ميليشياتها الوقحه والخروج من العراق، من العراق والخروج من العراق. من ساحه اعتصام شهداء البصره الاحرار في تمام الساعه الثالثه من هذا اليوم، من عصر هذا اليوم، قامت بعض الناس المتوجهين الى الساحه بحجه تشييع المقتول قاسم سليماني، وبعد دخول إلى ساحة الاعتصام قمنا وقلنا لهم كيف تدخلون هذه الجريمة النكرة البشعة، هذه ساحة اعتصام مقدسة لا يدخلها إلا الأحرار الشرفاء، وعندما كنا نتحدث معهم قاموا بضربنا والاعتداء علينا ثم حرق الخيام والضرب بالرصاص الحي لتفريق الاعتصامات وفض الاعتصامات بالقوة، ولكن نقول لهم وبقوة واقتدار، نحن ثوار ونبقى ثوار، لا نأتمر بأي، لا بحج الشعبي ولا بغيره، إذا كان حج شعبي عراقي عليه الالتزام بعراقيته ووطنيته العراقية، لا يأتي من خارج الحدود من قبل إيران المرتزقة ليقتل ويضرب المعتصمين الشرفاء المطالبين بحقوقهم منذ سنوات. نحن نحمل المسؤولية الكاملة للقوات الأمنية التي اشتركت مع هؤلاء المرتزقة في ضرب المتظاهرين والمعتصمين، ومنهم لواء الصدمة المتمثل بعلي المقدم علي آمر اللواء الصدمة، وكان ضرب رصاص حي من قبل هؤلاء المرتزقة. علينا اليوم كأحرار نثبت وجودنا في الساحة ومطالبين بحقوقنا المشروعة، وإذا كانت إيران وأمريكا بينهم صراع عليهم أن ينقلوا الصراع في داخل الولايات المتحدة أو في داخل الأراضي الإيرانية، هذه أرض عراقية طاهرة لا يشرفها تدنيس أي إيراني وتدنيس أي أمريكي، نحن عراقيين شرفاء نبلاء طهراء، أرض مقدسة لا يمسها هؤلاء الغير طاهرين ولا يمتلكون ذرة من الشرف والقيرة، وعليهم نقل صراعتهم إلى خارج العراق ومن ذيول إيران، عليهم أن لا يتعدوا على المتظاهرين في كافة محافظات العراق، لأن هؤلاء ثوار أبطال مطالبين بحقوقهم المشروعة التي سلبت من قبل هذه الحكومة المرتزقة المتمثلة بالمجرم عادل عبد المهدي، والأحزاب والكتل السياسية اليوم مجتمعين للتصويت على قرار ينفي الاتفاقية الأمريكية. هذا الشأن عراقي، ولا نسمح بالتدخل في شؤون الداخلية من قبل الدول الخارجية وخصوصا من إيران التي دمرت العراق وما زالت
تريد أن تدمر العراق، هذا العراق الشامخ في أبنائه، في ثورته العملاقة التي تطالب بالحق والحقوق المسلوبة. أول شيء نقول السلام عليكم. اليوم احنا قاعدين بالاعتصام وجاي يردون يشيعون الشهيد، على أساس الشهيد مالتهم اللي هو شهيد أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، ما عارضوهم المتظاهرين المعتصمين، عارضوهم ما خلوهم يدخلون، قاموا يرمون عليهم برصاص الحي، رصاص حي. وهذا هو الرصاص، هذا البوش مالتهم، احنا كلنا لميناه، هذا هو. واكو جرحى هواية طاحت متأذين، وناس مضروبة بالأخامس، وناس مضروبة بالطلاق، وناس متجرحة. احنا كدورنا مفرز طبي هذا واجبنا احنا نسعى في العالم كله، والله لا ينطيهم ان شاء الله، ما نخليهم وانا على ابو ايران لا حتى الجابهه، لا حتى اللي دخلها للعراق. السلام عليكم. طبعا اللي صار بالضبط، كنا واقفين هنا مقابلهم، هم جو منك، هم وسياراتهم وربعهم وكلهم ايرانيين، وشايلين صوره مع قاسم سليماني، قاسم سليماني زين، ويفترون علينا، يعني هتافاتهم كل الايران، احنا ويا ايران، واحنا ما ادري شنو يصيحون، احنا ظلنا نهتف عليهم هنا، طبوا علينا وياهم علي مشاري مسؤول الصدمه، مسؤول الصدمه، طبوا وياهم زين، قلنا له رجعهم، ما رجعهم، طبوا لنا جاوا ظلوا يرمون علينا، صار رمي علينا اطلاق نار ومواجه زين، ظل يعني انا اقول لك الجنود كلهم ظلوا يرمون مقابل، يعني احنا نمشي وطلق جوانا، اربعه مصايب او خمسه اصابات زين، يعني هذا مو حال، هذا مو حال. يجي والله يهتف يقول انا ايراني، يهتف والله ضد شو اسمه، يقولون علينا مندسين، احنا مندسين؟ لا والله، احنا طلعنا على قضيه انسانيه، طلعنا عندنا قضيه، طلعنا حتى تنحل مشاكل العراق، طلعنا حتى تنحل مشاكل البصره، ما طلعنا ضدهم احنا، بس هم احزاب تابعين لايران، هم ميليشيات تابعين لايران، وكلهم ذيول، هيك ارد اقول، كلهم ذيول، من حرق القلب احكيك. هسه طبينا على الخيم، نفتر على الخيم، لقينا قران كريم، اكو واحد يحرق القران؟ قران كريم حارقينه، اكو واحد يحرق القران؟ مو مسلمين ذولي. والله بوقت التشيع احنا مظاهره سلميه، الكل يعرف سلميه. خوش فواقفين هنا، انا ممنوع، يعني انا شخص اللي متوفي ابن عمي وخاله وابن اختي كلها استشهدوا هنا، يجيب لي شخص يريد يشيعه على جثث هاي العالم، على هاي دماء الحاره، بعد دماءهم حاره، يشيع لي شخص شارك بقتل هاي العالم كلها، وفوق هذا يرمي علينا وشمروا علينا طابوق، ويقول الا افوت على خشومك، على خشومكم وعلى الشهداء هاي، إلا أفوت على خشومكم وعلى هاي الشهداء وعلى هاد دم الشهداء. بداية الأمر جرت مع التشيع مع أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، المتظاهرين رفضوا دخولها لأن كلها راحت لها شهداء وراحتها، فأكو عالم يعني ما تريد هاد الدخول لوجود الإيراني والأمريكي هم، فصارت شلون تقول حزازيات بيناتهم، فبدأوا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، دخلوا هنا بنعرة وحشية، حرقوا بعض الخيم وركضوا المتظاهرين شارع الجبيلة. يعني اليوم يعني فاجعة حدثت في محافظة البصرة، وهو الأخ يرمي على أخيه، قلنا لهم يا معودين لا تطبون ساحة التظاهر، أخواننا أنتم أعزاء علينا، يا أهل الغيرة لا تطبون، لا توصلون للساحة، خافوا يصير اشتباك ويصير نفور، فلا تطبون بالساحة. كلهم قالوا نطب خاوة، كل احنا ولد عشائر وكل احنا أهل غيرة، هو الخاوة شنو؟ الشيخ المعمم مش قال له، هذا أحد الشيوخ يقول لي والله نطب خاوة عليكم وغصبا ما عليكم. يا عزيز هسه ما منعناكم، ليش هالرمي هذا؟ ليش هالاستهتار هذا؟ احنا سوينا والله، قلنا لك لا تطوب، رموك طابوقه ترمي ألف طلقه وكله امسك ستين وكله بيكيسي، وهاي هاي ها هذا الطلق مالكم موجود ليش؟ ما انا اخوك، انا اخوك، ترى ما يفيدك الغريب، انت باكر تطيح انا لا اشيلنك، بس من انا اطيح انت ما تشيلني، ليش ما احنا اخوان، ولك بلدنا واحد، ولك البلد انسبه من المحتلين، ولك الامريكي يشيل بصفحه،
ولك الايراني يشيل بصفحه، والتركي يشيل بصفحه، والسعودي يشيل بصفحه، ولك بس انت كاتلك الفقر، كاتلك الضيم، كاتلك يعني ايش اقول لك؟ والله متت والله لو مستعد تشوفونا ها، والتصوير موجود، انقل لها الطوب يرميني بي كيسي، يعني شنو انا طرزان اوقف قباله؟ يعني والله ما ادري، يعني يعني حتى ما احد ما يقدر يحكي، لانه عيب واحد يحكي على اخوه. بس مع الاسف طلعتوا انتم مو اخواننا، وشكرا. اللي صار جابوا شهيد هنا بالسيطره، فمنعناهم الدخول لان شالين اسلحه. من منعناهم؟ بدأوا اطلاقات النار، متظاهرين انسحبوا، قاموا يركضون ورا المتظاهرين وحرقوا خيام مثل ما شفت، وقاموا يطلقون نار حي. المتظاهرين من خوفهم انسحبوا على صوب الجبيله. بس اكو كم شخص تقدمنا احنا اللي قدامنا ما نخاف من الموت، لان احنا جايين على مود الموت. واعطيك الدليل، هذا الدليل مالتنا. هاي طلقه، طلقتين، طلق ايراني. طلق ايراني وهاي طلق كلوك. هاي شيخ معمم رمى علينا طلق بكلوك. وعلي مشاري. وكلهم، يعني نريد نفتهم. احنا جايين للاصلاح. لا شلينا سلاح ولا احنا ناس سلميين. ناس سلميين، ما عندنا عداوه اي شخص، عندنا عداوه ويا الاحساب الفاسده فقط، لان نريد نقلعهم من الجذور، لان تاذينا بسببهم. امريكا ضربت ايران، اجوا ذبوا حلقتهم هنا، ليش؟ ليش امريكا خلتكم؟ عندك مشكله ويا شخص معين اروح له، ما اجي هنا. هنا ساعه اعتصام، وهنا اعطينا شهداء. اعطينا شهداء هواي. ها؟ احنا ناس بطبعنا سلميين، ونريد السلام للعراق كله. ونريد نسحب هاي الجذور الفاسده من القاع. ما اريدهم هنا، خلي يطلعون برا. عندك مشكله ويا شخص معين قتلك، روح قتله. ما اجي اخرب. يعني انت جيت هسه رميت وصابت كم واحد وفزعت هاي الناس كلها وخوفتها، ليش؟ بس اردفتني ليش؟ شنو السبب؟ شو مسوي لكم هاي الناس القاعده بالخيام؟ الناس جاي ياكلونها بتعب. عارفه بيوتها. من يوم 25 حدث ما حد منسحب من هاي الخيام كلها. وظالين وصامدين ان شاء الله. وقال لهم رساله واحده، لو مش نسوون ما ننسحب من هاي المكانات. وبالعكس شو تسوون؟ نزيد اكثر، تقتلون واحد يطلع الف واحد من مكانه. وهاي رساله للكل، لا تنسحبون من الخيام، بالعكس ظلوا على هاي اليقين. واوجه رساله ثانيه لاي شخص مواطن شريف، مالك حق تجي ساعه الاعتصام وشايب يدك ذن، مالك اي حق. ها؟ مالك حق تشيل سلاح بهاي الساحه، لان هاي الساحه نطي الشهداء ودم هنا صاير. واليوم ثبتونا انه هاي الناس اجت ذولا مو عراقيين، وعار عليه اذا هو عراقي ورمى عليه ابن بلده، عار عليه. هذا السلاح، هذا العتاد تابع للحرس الثوري الايراني، تابع للحرس الثوري الايراني. هاي كتابته ايرانيه، سياسه 67، حتى الرقم ايراني، حتى الرقم ايراني، ومو بس الكتابه، حتى الرقم ايراني، تابع للحرس الثوري الايراني. الساعه بين 3:30 الى 4، يعني احنا متواجدين كنا بساحه الاحتصام والوضع طبيعي وماكو اي شيء. تفاجئنا بتشيع الاخوان الحشد اللي هم ابناء جلدتنا، اجوا يشيعون وحاملين صور السليماني وصور ابو مهدي المهندس، يعني وهم جايين يشيعون. زين احنا بالنسبه لنا من تحترق خيامنا شنو ذنبنا؟ هاي واحد. اثنين، حمل السلاح داخل مكان الاحتصام شنو يعني معناها؟ احنا بالنسبه لنا قاعده امريكيه، احنا سفاره، احنا قنصليه، احنا بالنسبه لنا ناس عزل نطالب حقوقنا. السفاره موجوده، عين الاسد موجوده، القنصليه بالبصره موجوده، وعده مغارات موجوده لامريكا، الخليج متروس كله قواعد يعني موجود. احنا شنو ذنبنا؟ احنا ناس نجي من دراجة توصلنا لهنا، ما الاستهداف، ما يعني خيامنا، يعني احنا شنو ذنبنا اصلا بالموضوع؟ احنا شنو علاقة؟ يعني احنا ما ادري يعني كل اثنين يتعاركون، يعني احنا نصير ثالثهم. ارض العراق بالنسبة لها غير يعني مباحة خلفية، ويتعاركون بها هنا. الخصومات موجودة، يعني هواي دول يقدر يصارعون بها. بالنسبة للعراق، العراق ارض بعيدة عن صراعاتكم السياسية. احنا صارنا من 2003 شنو استفادينا من صراعاتكم بين امريكا وبين ايران؟
ويعني ما ادري يعني انتم وين تردون توصلون البلد. احنا بالنسبه لنا خذينا عهد على انفسنا احنا الشباب العراقيين ما تطلع من عندنا اي طلقه لا مسانده لايران ولا خصما ضد امريكا. احنا بالنسبه لنا ما لنا علاقه، شعب معزول ما له علاقه. شنو ادفع انا اجندات خارجيه، صراعات خارجيه ادفعها انا بالعراق؟ السفاره موجوده. احنا شنو ذاك اليوم بالوثبه بساحه التحرير، اليوم بالبصره ومساعه بالناصريه؟ يا اخي ديك السفارات وروحوا لها، احنا ما لنا علاقه. احنا مو يعني احنا مو يعني ما ادري شنو انتم شلون يعني تفكرون ما ادري. ديك امريكا انتم الخيم اللي حركتوها لكم مقصد الظاهر ما ادري بعد، فانتم اعرف ما ادري. اهل مكه ادري بشعابها وتهجمون على الناس العزل كله شاب بين 25 سنه بين 18 سنه بين شايب اعزل، يعني شنو هي هاي؟ هي هاي مرجله؟ يعني ما ادري. يعني انتم ما ادري انتم عبالكم احنا يهود؟ عم احنا صلاه نصلي وصوم نصوم وقران نقرا، القران اللي احترق هسه بوحده من الخيام. يعني انتم ما ادري وين تفكرون، ما ادري وين تودون تروحون بالعراق. العراق هو انتهى والحمد لله والشكر، العراق انتهى بعد، وهاي جايه ان شاء الله تصويت وغيرها على هاي الاتفاقيه الاتفاق عليها، هاي اتفاقيه اتفاق عليها الاحزاب كانت ب 2003 اجت على ظهر الدبابه الامريكيه. انتم اتفقتوا على اتفاقيه، اتفاقيه الالعان يسمونها، واليوم انتم قاعد تنكتون ترى ضد يعني تحت مظله الاتفاقيه اللي اتفقتوا عليها. فانتم عمي احنا بعيدين عن هاي المهاترات وبعيدين عن هاي الصراعات، احنا ناس عزل ما لنا علاقه بالقاعد يصير بيناتكم، ابعدونا عن صراحكم. انتم بالنسبه لكم بوادي واحنا بوادي، احنا ناس نريد نعيش، واحنا بالنسبه لنا نرفضكم جمله وتفصيلا. مرفوضين مرفوضين مرفوضين، وما نخاف من عندكم. هم اعطيك اياها من الاخير بعد، ما يشيل الراس الا ركبه. احنا نطلع هنا الساعه بالتسعة والساعه بالعشرة ومرات نتاخر ال11، تردوا تكتلونا النجف تستقبلنا. كتاب ايراني، صور صور، هاي كتاب ايراني رقمها 67 تابع للحرس الثوري. هم اللي جو نادي خلو ايران، شوف كتاب ايراني.